والسلام عليكم. هذا الفيديو ديال على قضية الإجراءات والطرق باش تجي لكندا، دراسة، عمل، أي حاجة باش تجي لكندا، والنصائح والاستشارات. الله يخليكم. راه بزاف الأسئلة كتجيني في لي كومونتير، وكاين الأجوبة ديالهم في لي فيديو سوغ لا شين يوتيوب، سميتها باب كندا، القناة سميتها باب كندا بالعربية باب، ولا بالفرنسي بي ا بي كندا. راه فيها بزاف الأجوبة على جميع هذيك الأسئلة اللي كطرح لي في لي كومونتير، إلا شي أسئلة أخرين طرحوا عليا الناس بحال التكاليف، بحال الناس اللي بون كاينين شي ولادهم كيقراو في شي دولة وباغيين يجي يكملوا قرايتهم هنا في كندا. وي هذا الموضوع غادي نهضر فيه، الطريقة وشنو هما الإجراءات اللي خصهم يديروا. شي مواضيع أخرى بالنسبة للناس اللي عندهم يسون ديجا بحال دابا كاينين دي كادر وعندهم ولاد، واش ممكن، واش العامل السن لاج واش كيلعب دور، هذا الموضوع تو غادي نهضر فيه. واخا راني شرحته في لونتري اكسبريس بوغ لي زيميغون كاليفي، ولكن غادي نعاود نرجع عليه. اما بالنسبه لشي اسئله اخرى راه كل هالاجوبه كاينه في لي فيديو. الناس الله يخليكم راه في هاد المواضيع هادو، خذوا وقت شوفوا القناه باب كندا في يوتيوب، راه فيها هاد الاجوبه ديال هاد الاسئله ديالكم كلها، وكل وحده درت لها عنوان، يعني العنوان اللي كيهمك، وظائف، دراسه، العمل، الزواج، الطريقه، الاجراءات، كل حلقه عندها موضوع، يعني غادي راه كنجاوبك في الفيديو باش كلشي الناس تستافد. نتمنى منكم يعجبكم هاد المواضيع وهذا الشيء اللي كنهضر عليه، والطريقه باش كنشجع الناس اللي بغى يغيروا حياتهم ويجيو لكندا بطريقه قانونيه، وهنا كان كيستوفي الشروط، مرحبا بكم هنا في كندا. انا يعني كيف داروا الناس، ديرها انت ولا ديرها انتيا، هذا مشروع الحياه، الهجره مشروع الحياه. لان يعني كاين شي ناس سولوني بون انا عندي 45 50 عام واش ممكن نجي، وي ممكن نجي، انك تكسو في الشروط وعندك لي كونديسيون، علاش لا، باب الهجره مفتوح لاي واحد كيسو في الشروط ديالها، يعني كتحترم قانون الهجره كيرحبوا بك باش تغير حياتك. وي لان كاين هنا شروط الحياه كيف قلت في شي فيديوهات في الاول، كاين الامان، كاين السلم، كاين الدراسه، دراسه مستوى عالي، كاين الصحه لا سونتي مستوى عالي وغراتويت، يعني فابور ماشي بالفلوس، كاين لي زوبورتونيتي باش تخدم دي بون زومبلوا كاينين. وي كاين كندا كبيرة، راه ثاني أكبر بلد في العالم في المساحة، فيها ميتشاف، كاين ميدار، فيها بزاف د الحوايج. ألوغ بالنسبة للناس اللي كيسولو علاش كندا ماشي دولة أخرى، الظروف اللي كاينين هنا في كندا كتقدر تساعدك أنك تحقق أحلام بزاف، ماشي أي واحد، نكونو واقعيين، ولكن الانسان اللي خدم وخدم بنيتو ودار وسيرتو لا درتي شي دراسه وعاودت الدراسه شويه، ماشي ملي كنقول عاود الدراسه راه ما غاديش انت عندك ماستر غادي تعاود ماستر وعندك لا ليسونس عاود لا ليسونس، ماشي هادشي اللي كنقول، كدير على ليكيفالونس، هضرت في هذا الموضوع في لي فيديو، كدير ليكيفالونس وكيكونوا خاصينك شي ديكور سا ديبون على الكومبيتونس ديالك كتدخلهم في اليونيفرسيتي سي تو. هذا راه موضوع هضرت عليه في القناه ديال باب كندا، سيروا شوفوه وشوفوا فيه الطريقة ديال كيفاش تعاود الدراسة ديالك وتعاود التأهيل ديالك، لأن هنا ما كيعترفوش باللي ديبلوم ديالنا ديال المغرب ولا ديال فرنسا ولا من ما تجيبهم من غير الأمريكان وكندا، يعني بيناتهم اتفاقية، عندك ديبلوم جو دون أن إكزومبل تي ميدسان في لي زيتازوني في الأمريكان تبي براتيكي هنا في كندا كوم ميدسان، كنتي ميدسان في لافرونس ولا في لا بلجيك ولا المغرب ولا اي دولة اخرى من غير هاد الدول ما تقدرش، خصك تعاود لي كور، ماشي لي كور كلهم، ولكن كي سا ديبون على الكلاسمون ملي كيدوزو لك تيست، هذا مثال ديال لي ميدسان كيدوزو لك تيست في الكوريج دي ميدسان، كيشوفو النيفو ديالك، كيشوفو واش خصك، هادو دي تيست امتحانات كدوزهم. كاين هذا مثال بوغ لي ميدسان، وبالنسبة لي زانجيور لا ميم شوز، اي ميتي هنا كتسمى دي ميتي ريغلومونتي، مقننة بالعربية، ماشي تجي وتقول بون انا غنولي انجينيور غنولي ارشيتكت انا غادي نولي انفيرمي انا، واخا
واخا تكون ليك في المغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا في المانيا ولا في هنا كاين قانون كيدوزو لك دي تيست امتحان واخا السي في ديالك ماعادش تكون كاتب فيه انا راه عندك الدكتوراه في البيوشيمي مرحبا ولكن كدوز تيست هما اي حاجه بحال قلتي لوردر هنا عندهم دي زورد لوردر دي زانفيرمي لوردر دي زانجينيور بحال قلتي النقابات في الدول العربيه نقابه المحامون نقابه الصحفيين نقابه الممرضون وامثله كيدوزوا لك ان تيست كيشوفوا لي ديبلوم ديالك واش عندك بعدا لا ليسونس عندك الميتريز عندك اش عندك كيدوزوا لك دي تيست كيقول لك مرحبا ورينا لك ديك لي كومبيتونس ديالك في الوراق عندهم دي تيست كيشوفوا النيفو ديالك كنتي فريمون عندك النيفو راك كدوز شي كور ولا دو كور يعني بحال كتقول لي نافير ديال 6 شهور عام سا ديبون انا سا ديبون دابا دوك كيبقاو شوف الله يخلي لكم كيبقاو امثله هادو ماشي سير ماشي حيت كل كومبيتونس كل دومين وكيفاش كيتعاملوا معاه حيت لا ميديسين ماشي هي لا جيني ماشي هي الدروا ماشي هي لا شيمي ماشي هي ترونسبور ولا لادمينستراسيون ولا ليكونومي كل واحد حيت كاين هنا الناس بزاف انا كنهضر على المغرب العربي جاو وقلبوا كانوا ناس كانوا دي كادر كانوا جو سي با كانوا اساسيد كانوا قلبوا كاين اللي ما اندمش في المجتمع بكل صراحه ماشي الاكثريه وكاين الاغلبيه ما اندمش ما قدرش يخدم ما قدرش يخدم في المهنه ديالو يعني كان استاذ ما قدرش يولي استاذ هنا داروا مهن اخرى بعيده على المجال ديالهم كاينين بزاف هذا هو المشكل ديال الناس اللي جايه من المغرب العربي المغرب العربي المغرب الجزائر تونس حيت هما الاغلبيه الجاليه الكبيره كاين المغاربه والجزائريين والتوانسه شويه موريتانيين قلال بزاف المهم علاش كندكر ثلاثه الدول ما قدروش يندمجوا في المجتمع لان ما خصهم دي كور خصهم دي تيست باش تولي استاذ هنا راه بحال كتقول عتعاود لا ليسونس في المغرب وكدير واحد دي فورماسيون بيداغوجيك ودي تيست اون فرونسي دي تيست اون انغلي ودي تيست بحال دابا كنتي بغيت تكون استاذ ديال لي ماتيماتيك يدوزوك دي تيست ماتيماتيك سولون لي نورم كنديان ماشي سولون لي نورم ماروكان ولا الجيريان ولا تونيزيان راه كاين عاوتاني فرق الناس كتلقى شويه واحد الصعوبات ما كنعممش ولكن واحد 5% ولا 10 كاع كيمشيو في كيمشيو في هذا المجال كان استاذ كي ولكن قلال ولكن الاغلبيه هذا كنعطي مثال في الاساتذه لي زانجينيور لي زانفيرمي بو نابورت الكارير ديالك راه خصك تدوز من هذه المرحله هذه خصك تعاود كنسميوه حنا هنا كيسميوه الغوسيكلاج كتعاود من جديد داكشي اللي قريتي في بلادك ربما راه ما ينفعكش ونزيدكم حاجه اخرى واحد المعلومه الناس ما عارفينهاش راه لي عندك الميتريز في المغرب راه يلا كيعطوك النيفو هنا ديال بون حتى لا ليسونس ما يعطوش لك بحال يعطوك دوزيام اني وتروازيام اني تروازيام اني فاكولتي ديال لا فاك عندك لا ليسونس يلا كيعطوك دوزيام اني دوغ القديم دوغ عندك دوغ يلا يعطوك الباك هذا هو القانون اللي هنا عندك الدكتوراه ما يعترفوش بالدكتوراه ديالك هادي ديروها في بالكم دي من هنا حيت ما معترفينش ان ماشي نفس المستوى وعندهم هنا واحد السيستم ماشي بحال المغرب وماشي بحال الدول الاخرى بون باش نرجع لهاد النصائح اللي رجع لها ديال الناس اللي بغاو يتروا سيكلاو ويديروا دراسات ديالهم وداكشي اللي دوز ملي كدوز دي تيست وكتمشي للدومين ديالك راه الناس اللي كيكونوا باغيين يديروا كيفاش كنقولوا واحد المجهود وباغيين يديروا واحد عندهم واحد العزيمه وداكشي راه كينجحوا كيخدموا في الدومين ديالهم ماشي صعيبه ولكن سا ديبون على لا فولونتي ديال اي واحد بالنسبه للدراري اللي بغيو يجيو يقراو هنا ودوك الشباب اللي بغيو يجيو يقراو هنا القرايه راه بون القرايه مزيانه وكتفتح لك بواب ان ملي كتاخد لي ديبلوم ديالك كتابليك على ريزيدونس بيرمانونس هنا باش تبقى هنا كيف قلت في لي فيديو سابقين سيرو شوفوهم راه كيشجعوك باش تبقى هنا سيرتو في لي بروفانس ايور من غير كيبيك كاين دي بروفانس اخرين محتاجين يد العامله بزاف ولكن دائما كنقول بشروط وتسو في الشروط وداكشي بالنسبه الناس اللي عندهم كنهضر في الموضوع الجاي في القناه كيف قلت غنحط هذا الفيديو في يوتيوب على قناه باب كندا سميناها باب كندا
بالعربيه ولا بالفرنسي باب كندا، بون لا بورت دو كندا، باش نشرح فيه على الناس اللي كاينين كيتابعوا دراستهم بحال دابا فشي دوله اخرى من غير المغرب، مثال في لاشين، في لاكوري، في الاسبان، فشي حاجه وبغاو يجي يكملوا قرايتهم هنا، كاينه وممكن، وانا نشرح لكم الاجراءات وكاين حدود باش يتقبلوا. المهم الا كانوا يستوفوا الشروط دائما، يعني كوتي فينونسي وبزاف د الحوايج، ممكن. وغادي نهضر في الموضوع ديال الناس اللي بغاو يديروا هنا، كانوا في المغرب عندهم كيفاش كنقولوا عندهم دي زافير وش حاجه، وبغاو يجيو يديروا دي زافير هنا في كندا، بغاو انفيستيو داكشي. نعجبكم الفيديو الله يخليكم بارطاجيوه وديروا لنا دي لايك، انا ما كنتش عارف هادشي تشرحوا لي الناس، دي لايك الله يخليكم، وشاركوا في القناه باب كندا. شكرا لكم، الله يعاونكم في الفيديو القادم، الله يعاونكم.